انت عندك حقوق، انت عندك الان وزير دفاع، ممكن ان تعمل في المستقبل، من ممكن ان نعمل سويه افضل مما نتقاطع، واذا تخالفنا ممكن ان نشكل قوه ونحط ونكون لنا مستقبل سياسي. حقيقه انا كنت راضي، ما افكر باي مستقبل سياسي حقيقه. يعني المهم قال لا، ما معقوله، وانت دخلت ولازم تستمر، ولكن هذا العمل يحتاج الى دعم، يحتاج الى امكانيات، يحتاج الى فلوس. واستمر ايضا الحديث، فرجع السيد سليم جبري سالني قال لي ما سويت لك مكتب في اربي؟ قلت له لا ما سويت. شو اسوي المكتب؟ قال لي مو الساحه السياسيه للموصل هي في اربي. بالنتيجه قلت له انا حتى اذا اسوي مكتب، المكتب يراد له فلوس، يراد له امكانيات. فرجع عليه قال لي انت والفلوس، قلت له شلون انا والفلوس؟ قلت له انت وزاره الدفاع العراقيه موازنه الدوله كلها عندكم. والله اعتقد الفلوس مو مال ابويا حتى اقدر اتصرف فيها. المهم استمر الحديث، يعني الحديث كان واضح عبارك حديث الغاز. بعدين رجع مثنى السامرائي قال لي، قلت له حتى انا قلت له شلون ادعمكم؟ يعني فهموني الطريقه اللي ادعمكم بها، لان ما اعرف ايش تقصدون. فرجع التاجر مثنى السامرائي ابو عبد قال معالي اجيك من الاخير، مثلا عندك عقد اطعام الجيش، انطينا اياه، اعلن مناقصه وانتهى الموضوع، لا تفكر لا بحنان ولا عاليه، واشتغل بالوزاره براحتك. وصمام الامان رئيس مجلس النواب. والله العظيم اقسم على كل كلمه ما يكتب الا شاربك، والله ما تكتب الا شاربك. يشطب هذه العباره، يشطب هذه العباره. كملت سيد وزير